أكثر حاجة تقلق الأمهات مستمعين عدم التركيز عند الأطفال وخصوصا أطفال المدارس، فعادة ما تجد الأم نفسها تذاكر للطفل، تشرح أي مادة مثلا مرة واثنين وثلاثة، والطفل لا يركز، لا يستوعب أو يلعب ولا يعطي أي اهتمام لهذه العملية، يعني بين قوسين ربما الانتباه دياله مشتت. فهذه شكوى كما قلنا أغلبية الأمهات، ابني لا يركز. لذلك اتصلنا بخبيرة التنمية البشرية الأستاذة فدوى القابسي لتحدثنا وتقدم لنا أهم الطرق والوسائل التي يمكن أن تساعد على رفع مستوى التركيز عند الطفل. فأهلا بك أستاذة فدوى القبصي معنا في صباح الأسرة. تحية تحية للا سعيدة، وتحية مني لكل المستمعين الكرام. نتمنى أن نبدأ الحديث عن هذا الموضوع بأهمية هذه العملية ديال التركيز للأطفال، خصوصا أن التركيز يمكن أن يكون هو عماد نجاح أطفالنا في أي شيء وفي كل شيء وفي الحياة بشكل عام. التركيز فعلا كيف ما تفضلتي هي مهارة كتنفع يعني الطفل في حياته كلها، هي صفة يعني يتميز بها الإنسان المنجز والإنسان الناجح. فلهذا كان قول العديد من الآباء يعني كيعطوا أهمية كثيرة للتركيز، وكيحاولوا جاهدين أنهم يساعدوا أبنائهم على التركيز. غير قبل ما نطرق النصائح إلى سمحتي لي، نبغي ننبه الواحد ثلاثة ديال النقاط مهمة حول موضوع التركيز، يعني حبذا لو الآباء والأمهات يعرفوها ويكونوا واعيين بها. أولا خصنا ضروري نديروا واحد، مش تعريف للتركيز، ماشي تعريف، وإنما نفرق بين التركيز والنسيان. كاين العديد من الأطفال كينساو شنو المطلوب منهم، وكاين أطفال أخرين ما كيركزوش لأن الانتباه ديالهم كيكون مشتت. فخصنا نعرفوا أصلا واش الطفل ديالنا المشكل عنده هو التركيز ولا هو النسيان، باش غنعرفوا باش نلاحظوا السلوك ديال الطفل ديالنا. مثلا نقدروا نديروا واحد الاختبار بسيط. مثلا أنا كأم غنطلب من الطفل ديالي أنه يمشي يجيب لي كاس الماء، ففاش الطفل يقوم يعني غادر الغرفة باش يقوم بالمهمة اللي وصيته بها أو اللي كلفته بها، نقدر نقول له مثلا، نعيط له نقول له اسمعني شنو طلبت منك، فهمتني شنو طلبت منك، فنخليوه يعاود يردد. يعني لا قال إياه وعاود قال أنا غنمشي نجيب لك كاس الماء، فمعناه أن المعلومة وصلت له. أما إلا قال لا، فمعناه أنه ما كانش مركز. وبهذا إلا الطفل مشى باش يجيب داك الكاس الماء ودار حاجة أخرى ورجع بلا الكاس الماء، هنا غنكون عرفنا واش نسى أو لا مركز. لأن الفرق بين النسيان والتركيز هو أن في حالة النسيان المعلومة كتكون وصلت للدماغ ديال الطفل ولكن ننساها، أما مشكل التركيز معناه أن المعلومة ما وصلتش أصلا لدماغ الطفل لأن دماغه كان مشغول بأفكار أخرى. ثاني شيء نبغي ننبه عليه هو أنه الإنسان أيا كان عمره وخصوصا الطفل ما يمكنلوش يركز لمدة طويلة بحدة، لأن هذه المهارة ديال التركيز الأبحاث العلمية تثبت بأنه حتى الإنسان الراشد يعني لاجلت ما يقدرش يركز لأكثر من معدل 23 دقيقة بطريقة متواصلة. فنخفضوا سقف التوقعات وما نطلبوش من الطفل ديالنا أنه يركز لمدة ساعات. مثلا إذا كان في الإعدادي وعنده واجبات كثيرة وكتستغرق منه مدة طويلة، فما يمكنش نطلبه من هذا المراهق ولا الطفل أنه يركز لمدة ساعات طويلة، لأنه هو الإنسان البشري ما عندوش قدرة ديال التركيز أكثر من معدل 23 دقيقة، فما بالك الطفل. هذه نقطة ثانية. النقطة الثالثة هو أنه لما كان طلبوا الطفل يركز، وهنا كان ننتقل الطفل كي يكون عمره صغير، فهل هذاك الأب ولا الأم إذا كان كيستعمل هاد الكلمة ديال التركيز أو لا بالنسبة للفرانكوفون كلمة كونسنتروا أو لا ركز معايا، فهل هو متأكد بأن طفله فاهم شنو المطلوب منه، شنو هو المعنى ديال التركيز؟ نعم، فيمكن هذاك الطفل ما فهمش شنو كان طلبوا منه، فبالتالي ما كيقومش به، وهذا ما يثير غدا بعض الآباء ولا القلق ديالهم وكيتوتروا. لكن المشكل يمكن هو غير في الفهم، فحبذا لو نشرحوا للطفل شنو احنا طالبين منه بأسلوب مبسط، وأنه مثلا نخليه يستعد نفسيا، نقول له دابا غادي نقوموا بالواجبات المدرسية ديالك، فأنا بغيت الانتباه ديالك يكون يعني في ذاك الواجب المدرسي وما تفكرش في شيء آخر من غيره، باش هكا غتسالي دغيا وغيمكن لك تمشي تلعب أو لا دير داكشي اللي بغيتي ديرو.
فوالا. إذا الحوار مهم مع الطفل، يعني نحاول أننا نفهموه أولا شنو باغين منه، ونفهموه كذلك عبر هذه الطرق أو العملية اللي يمكن أننا نحاول أننا نعرفه واش الطفل كيعاني من عدم التركيز أو النسيان. فبعد ما إذا مرينا هذه العملية هذه وتأكد لنا بأن الطفل كيعاني من عدم التركيز، هل هناك مفاتيح، وهذا هو الهدف اليوم من هذا اللقاء، أو نصائح يمكن أن تساعد في هذه العملية التي تبقى كما قلنا مهمة جدا لنجاح أطفالنا؟ نعم، إذا أول نصيحة هو أنه فاش نبغيو نساعدو طفلنا على القيام بواجباته، نبغيوه يركز، فنخليوه يقوم بواجباته في واحد المكان هادئ، يعني نختاروا له المكان المناسب. إذا كان مثلا هذاك الطفل كيقوم بواجباته في الصالون، فما يمكنش نطلبوا منه يركز والتلفزيون مشعول، الأب أو الأم كيتكلم في التليفون، الأخ أو الأخت الصغرى كتلعب وكتير الضجيج، فهاد الضجيج وهاد الضوضاء كيشتت انتباه ديال الطفل. فالطفل خصو يكون في مكان هادئ، حب دا يكون في الغرفة ديالو أو في المكتب ديالو، ولكن إذا ما كانش ممكن على أي حال يكون المكان هادئ. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، لما الطفل يكون غادي خاصو يركز في واحد الموضوع مثلا ولا في واحد الواجب، خاصنا نحيدوا عليه كاع الأجهزة الإلكترونية لأنها كتشتت الانتباه. فالتليفون مثلا يكون بعيد، إذا كان عندنا كمبيوتر نطفيوه، أي جهاز من الأجهزة الإلكترونية، ألعاب الفيديو كذا، خصهم يكونوا مطفيين أو بعد، لأن هادو كيعتبروا من أكبر الأشياء اللي كتشتت الانتباه ديال الطفل. ثالث شيء، المكان خصو يكون نظيف ومرتب، لأن النظافة والترتيب كتعطي للذهن الصفاء، وكتخليه ما مشغولش بأنه يحط هذه في بلاصتها ولا يحيد هذه من بلاصتها، فكتخليه يركز على الواجب ديالو. وطبعا الإنارة تكون مناسبة، الكرسي اللي يكون جالس عليه الطفل يكون مريح، باش حنا كان اون ليمين يعني كاع الاشياء اللي ممكن تعب الطفل او تديرونجيه في اثناء عمليه التركيز. فهذا من ناحيه، يعني المكان يكون هادئ، يكون انارته كافيه، يكون نظيف، يكون مرتب، ويكون بعيد عليه كل الاجهزه الالكترونيه. شيء اخر هو انه نحاولوا نبعدوا الطفل على حالات التوتر اللي يمكن تكون في العائله، ولا مثلا الاب او الام اللي غيدير معاه الواجبات إذا كان متوتر، فيمكن ما غيكونش هذا هو الوقت المناسب باش أنه يساعد الطفل ديالو، لأنه ما غاديش يكون له بواحد يعني واحد المساعدة كبيرة إذا كان الشخص الأب أو الأم بنفسه متوتر. فالطفل كيحس بداك التوتر وساسو ترونسفير، فملي كيولي عنده هو توتر داخلي الطفل ما يمكنلوش يركز. التوتر كذلك من الأشياء اللي تحول دون عملية التركيز عند الطفل. ثالث شيء يمكن نقوله كنصيحة هو أنه كيف ما قلت، بما أن الطفل ما يمكنلوش يركز لمدة طويلة، إذا كان مثلا عنده الواجبات كثيرة اللي خصو يقوم بهم، نحدوا هذيك القائمة ديال المهام أو الواجبات ونقسموها، نحدوها اون فاليستي باش ما نساوش، و اون ميم طون غادي نقسموها. فمثلا الطفل يبدا بواحد الواجب نختاره معاه، يا اما اسهل واجب باش يحفزه، ويا اما اصعب واجب باش كومسا نقولوا له غتحيدوا عليك، ولكن نعطيو له واحد الفرصه انه يكون عنده قسط من الراحه بين واجب وواجب. فمثلا يقوم بواحد الواجب وياخذ دقائق، يعني ماشي كثيره، تقدر تكون 5 دقائق، اللي يدير فيها شي حاجه اللي كتعجبه، يشوف فيها شي رسوم متحركه، ولا ياكل فيها شي حاجه، ولا هذا المهم، يعني نفصله بين هذاك الواجبات المدرسيه اللي كتستدعي التركيز، وعلى هذا الاساس نضمنوا بان التركيز ديالو غادي يكون موجود أثناء كل مرة كنقوم بها فيها بالواجب. إذن أكدتي أستاذة، أو أكدنا في الأول، بأنه الأم ربما كتطلب من الطفل التركيز معها، ربما في توضيح أو في المذاكرة ديال مادة ما، كتقولها مرة ولا جوج، ومن بعد هي ربما كينفد الصبر ديالها، ما كتبقاش تكرر الكلمات. واش ممكن أن التكرار يمكن يكون مفيد في هذه عملية التركيز عند الأطفال؟
التكرار بحدة ما غيكونش مفيد، ولكن حبذا لو نكرره مرة واثنين وثلاثة باش الطفل نضمنه بأنه إذا كان نسى أو إذا كان تشغل بواحد شيء آخر بأنه يرجع معنا. من بعد التكرار ما كتكونش عنده فائدة إذا كان بشكل مبالغ فيه، وخاصة أنه كيف ما تفضلتي الأم ما كتتوتر، وذاك التوتر كيحس به الطفل فكنرجعوا في نتيجة عكسية، يعني عكس داكشي اللي حنا باغيينه. فهذه المسألة هذه أنا كنصح بأنه نقارنوا اللعب والمرح بالواجبات المدرسية، يعني ماشي ضروري الواجب المدرسي يكون بحال واحد الثقل، واحد أنفاخدو على الظهر ديال داك الطفل. نخليوه مثلا يدخل اللعب والمرح، وهنا كنستند بديغوشيرش يعني بأبحاث قاموا بها علماء أمريكيين في نيوروسيونس، اللي قالوا لنا بأنه لما المرح كيتقرن بطريقة في طريقة يدخل يعني في طريقة التعليم، فهو كيخلق اون ايموسيون. هما كيقولوا انفورماسيون بلس ايموسيون كات الريزلت ديالها هو لا ميموريزاسيون، ولا ميموريزاسيون ما كتكونش الا ما كانش التركيز. فنقارنوا اللعب والمرح ندخلوه في عملية التعليم. كيف ذلك؟ مثلا انا الا الطفل ديالي مثلا عزيز عليه الغناء أو الموسيقى، فغيختار الشكل الغنائي اللي عزيز عليه، لنفرض لغات مثلا، فغنخليه يحفظ ديك المحفوظة ديالو أو داك الدرس ديال التاريخ ديالو عن طريق الشكل الغنائي اللي هو عزيز عليه، كأنه غيغنيه. هذه مثلا تقدر تكون يعني حيلة من الحيل ولا اللي كتخلي الطفل كيقوم بدك الواجب ديالو بمرح. وهنا انا كنقولها لكم يعني ماشي غير ككوتش وانما كأم، انا جربت هذه الطريقه هذه ونجحت. لما كان الابن ديالي مثلا كيتعثر عليه يقوم بواحد الواجب، فكنحاولوا نديروه بطريقه مرحه، يا اما بالغناء يا اما بالرسم. اذا كان الطفل مثلا عزيز عليه الرسم، فيقدر مثلا بوغ ابروندغ لورتوغراف يعني كيفاش يكتب الكلمات، وهذا يكتبهم بالالوان ولا بالرسم، فهذا كيخليه هو كيسانفيستي بلوس ويسو كونسونتر بلوس، لانه كاين هذيك ليموسيون ديال الفرح وكتبعها ليموسيون ديال الفخر، كيكون فخور بالانجاز اللي داره، فهذا كيحفزه انه يزيد يكمل الواجبات الاخرى. وطريقه اخرى اللي يعني تهي علميا اثبت بانها ناجحه جدا، هو انه نطلبوا من الطفل انه يحفظ الدرس ديالو ويجي اوليو باش يبقى يعرضوا علينا يعني كاننا انسبكت يعني شنو دار، نخليوه يحكي لنا الدرس ديالو كقصه او كانه هو المعلم وكيعلمنا حنا داكشي اللي تعلمه. بالنسبه لهاد الفروض خصوصا المذاكره مع الاطفال، ربما يمكن تكون كذلك ثقل على الام وكتنسى واحد الجانب على ما اظن ديال التغذيه، ربما كتركز أكثر على الدروس والمراجعة أكثر من النوع ديال التغذية اللي خصها تكون تغذية على ما أظن بأنها مفيدة في هذه العملية ديال التركيز. يعني ضروري قبل ما نحاولوا أننا نعاونوا الطفل بطرق للتركيز، خصنا تكون أولا كأرضية بالنسبة لطرق أخرى ديال التغذية والنوم سليم وصحيح. نعم، هي كيف ما تفضلتي امور يعني كتدخل في اعداد الطفل انه يكون ناجح ويكون مركز، اللي هما التغذيه والنوم واللعب، ثلاثه الاشياء. علاش؟ لان التغذيه والنوم واللعب ثلاثه بهم كيخلقوا روابط بين خلايا الدماغ، فكتصير نشيطة جدا وكتحفز، يعني كتساعد الطفل على عملية التركيز وعلى عملية تثبيت المعلومة في الدماغ ديالو. فبالنسبة للتغذية طبعا خصها تكون متوازنة ومنتظمة، ولكن بالإضافة إلى هذا نختاروا الغذاء اللي كيكون جيد للدماغ. من بين الأغذية اللي كتكون مفيدة للدماغ هي الأغذية التي تتوفر على كمية مرتفعة من الحديد، بحال العدس، بحال الكبدة، بحال السبانخ، هادو كلهم يعني مفيدين جدا للدماغ لانهم كيتوفروا على الحديد. هناك اشياء اخرى يعني مثلا البيض مفيد جدا للدماغ، هناك كذلك التوس يعني لي فرومبواز مثلا، هناك الاغذيه البحريه اللي كتكون غنيه بالاوميغا 3، كلهم يعني مواد حبذا لو نعطيوهم للطفل فاش يكون يعني عنده فتره اللي يحتاج فيها انه يركز اكثر مثلا فترة الامتحانات. ويريد أن التغذية تكون متوازنة ويكون كل يوم على الأقل واحد المادة من هذه المواد اللي حكيناها تكون متوفرة في التغذية ديال الطفل. وهناك
كذلك المكسرات مثل لينوا خصوصا القرقع. نقرقع نعم نقوس نعم مهم جدا، مهم جدا للدماغ. هذا بالنسبة للتغذية. حكينا كذلك على النوم. النوم ضروري ومؤكد أنه خص يكون بأوقات منتظمة والساعات كافية حسب عمر الطفل. لماذا؟ لأن فاش كينعس الطفل وخصوصا أثناء فترة النوم العميق هذاك المعلومات اللي كياخذها الطفل وكيحطها في الذاكرة القصيرة المدى ديالو أثناء النوم الدماغ شنو كيدير؟ كياخذ ديك المعلومات اللي في الذاكرة القصيرة المدى وكيحطهم في الذاكرة البعيدة المدى. فلهذا كان منو بأن الطفل ما غينساش داك الشيء اللي تعلمه. لهذا النوم ضروري جدا، خاصه ضروري الطفل ينعس لساعات كافية حسب العمر ديالو. الأطفال كي اللي خاصه 10 ساعات، كي اللي خاصه 12 ساعة، كي اللي خاصه 11 ساعة. فياريت يعني لو الآباء ما يغفلوش على هذه المسألة لأنها كتبان بديهية ولكن هي مهمة جدا جدا لأن الدماغ كيكون نشيط أثناء فترة النوم العميق. وكذلك كان أكد على اللعب. اللعب خصوصا فاش يكون الطفل في عمر صغير الجسد ديالو والدماغ ديالو مرتبطين ببعضياتهم واللعب كيخليه يعني يخلق له روابط في الخلايا ديال الدماغ كما كنا فكتنشطها. فهذا كله كيساهم في ان الطفل فاش نطلبوا منه مثلا عمليه التركيز. اسمح لي بالاضافه الى ان اللعب كيخلي الطفل يخرج الطاقه ديالو. ففاش كنقولوا له غتركز دابا ولا خص الانتباه ديالك يكون يعني على هذا الشيء هذا ويكون جالس ويخدم لي دوفوار ديالو، فالطفل كيكون ديجا خرج ديك لينيرجي الزائده عنده فما كتكونش فيه ديك فرط الافراط في الحركه. نعم تشتت الانتباه. استاذه القبسي، كل هذه المعلومات مهمه جدا، لكن في حاله ما اذا جربت الام كل هذه التقنيات ولم تنجح فبماذا تنصح؟ ويمكن تكون كخلاصه او كلمه اخيره في هذا اللقاء. إذن إلا الأمهات أو الآباء جربوا هذه النصائح وما نفعوش معهم وكان مشكل التركيز موجود بحدة لدرجة أنه كيعيق الطفل في الإبانيسمون ديالو، أنا كنصح الآباء والأمهات أنهم يبحثوا مع أخصائيين أسباب اللي ممكن تحول دون تركيز الطفل. يقدر يكون سبب عضوي مثلا حاسة البصر أو حاسة السمع ما تكونش يعني يكون فيها مشكل. يقدر يكون مشكل ديال لانيمي أو نقص الحديد، لهذا احنا أكدنا على تغذية يكون فيها الحديد. نعم ويقدر يكون مشكل يعني نيورولوجيك أو نفساني. فحبذا لو نشوفه مع الأخصائيين في هذه الحالة. إذا كان مشكل الانتباه المشكل يكون ممكن مرتبط بالإفراط في الحركة أو يقدر يكون كذلك مرتبط بسكون أبل دوانس، يعني يقدر يكون الطفل شغدوي فما كيركزش في الأمور اللي كيشوفها هو بسيطة أو اللي كتصيبه بالملل. فإلا هاد النصائح ما نفعوش، احنا طبعا هاد النصائح عطيناهم بشكل عام في حال ما إلا كان الطفل ما عنده حتى شي مشكل لا عضوي ولا نفساني ولا عصبي. ولكن إلا كان المشكل بقى مطروح حبذا لو يتعرض الطفل على الطبيب ونحاولوا نشخصوا إلا كان عنده مشكل في هاد ثلاثة ديال النواحي اللي طرقنا لهم. نتمنى أن تصل هذه المعلومات لكل الأمهات ولأطفالنا. نتمنى الصحة والنجاح وإلى فرصة أخرى طبعا جديدة ومواضيع كنتمنى تكون دائما مهمة لمستمعينا. معك الأستاذة فدوى القبسي خبيرة التنمية البشرية وتطوير الذات، إلى فرصة أخرى إن شاء الله. إلى اللقاء، شكرا لكم.